ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا مدير تحرير الأهرام الأستاذ جميل عفيفي. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو واسترداد الشعب المصري لمقدرات بلاده. نسترجع سويا أبرز الأسباب التي أدت لتلك الثورة المجيدة. وفي البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الثورة دي المجيدة هي تعتبر من أعظم أيام الدولة المصرية، من أعظم ما حدث داخل الدولة المصرية على مدى تاريخها. الشعب المصري كله خرج من أجل أنه ينهي حكم لتنظيم إرهابي سعى إلى العبث بمقدرات الشعب المصري، سعى إلى تغيير الهوية المصرية، سعى إلى الفرقة بين أبناء الشعب المصري، سعى إلى توطين الإرهاب في سيناء وتوطينها في الدولة المصرية، عمل على أخوانة الدولة وأن جميع المناصب كلها يتولاها التنظيم الإخواني الإرهابي والمناصرين ليهم. احنا شفنا للأسف الشديد كم الحوادث التي تمت داخل الدولة المصرية، تم عمليات الإرهاب المعنوي للمواطنين، محاولة اقتحام الكنيسة، العداء مع الأزهر، العداء مع الإعلام، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، محاصرة المحكمة الدستورية في سابقة لم تحدث في التاريخ على في أي دولة في العالم، العمل على تفكيك الشعب المصري، التحالف مع قوة معادية للدولة المصرية من أجل تنفيذ مخططات الهدف منها تقسيم الدولة المصرية. وزي احنا ما شفنا سعى الرئيس التنظيم الإرهابي اللي كان بيحكم الدولة المصرية وقتها إلى تقسيم الدولة المصرية، وأنه يعطي قطع من الأرض الأراضي المصرية لدول بعينها. كل ده اللي احنا شفناه خلال الفترة دي، بجانب بقى الأزمات اللي كانت داخل الدولة المصرية، أزمات من الوقود، ما فيش كهرباء، ما فيش طاقة، ما فيش أي مواد تموينية كانت موجودة. للأسف الشديد كانت الدولة المصرية تعيش بحالة سنة بحالها حالة من السواد على الشعب المصري كله. الشعب المصري يمتلك الإرادة، يمتلك الوعي الكافي انه في لحظه من اللحظات قدر ان هو يتحرك بكل طوائفه لمواجهه هذا التنظيم الارهابي، لابعاد التنظيم الارهابي عن حكم البلاد لمده سنه واحده، رغم انهم سعوا وحاولوا ان هم يدخلوا عناصر وتنظيمات ارهابيه من الخارج، زي ما قال القيادي بتاعهم عصام العريان ان احنا عندنا جيش في سيناء قوامه اكثر من 30,000 واحد لمواجهه الجيش المصري، اذا سعى الجيش المصري انه يقف مع الشعب لو نزل أمام التنظيم الإخواني الإرهابي. شفنا تهديدات على الهواء من صفوت حجازي ومن البلتاجي إن اللي هيتحرك هيتم التعامل معاه بالدم، وهو ده اللي احنا كنا بنشوفه في الشارع، من محاولات قتل، من محاولات ضرب واعتداء على المواطنين المصريين لما بيطلبوا اقل حقوقهم البسيطه بيطلبوها، لكن هم كانوا بيستخدموا العنف، يستخدموا القتل، يستباحوا الدماء. نعم. المواطنين المصريين دخلوا في عداء مع كافه مؤسسات الدوله واركان الدوله. نعم. دخلوا في عداء مع القوات المسلحه، في عداء مع الشرطه المصريه، في عداء مع المخابرات العامه المصريه. نعم. اللي هي بتحمي الارض وبتحمي الدوله المصريه بالكامل. بالطبع. دخلوا في عداء مع كافه مؤسسات الدوله. هو عام وثلاثه ايام فقط يعني قضتها جماعه الاخوان الارهابيه في الحكم. استاذ جميل، يعني ابرز الممارسات التي قامت بها هذه الجماعه الارهابيه وعجلت بانتفاضة المصريين رغم عدم مرور وقت طويل على حكمها. هو بالطبع في البداية زي ما قلت لحضرتك ان هو دخل سعى الى تغيير الهوية المصرية. نعم. احداث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وحتى كانوا على شاشات التلفزيون كانوا بيطلعوا يهاجموا الاخوة المسيحيين داخل الدولة المصرية، كانوا بيسعوا إلى ضرب الاستقرار داخل الدولة المصرية من خلال التصريحات اللي كنا بنشوفها على التلفزيون من البلتاجي، محاولة تشكيك الشعب في القوات المسلحة وفي الشرطة وفي جهاز المخابرات. ده كان أكبر خطر يهدد أمن الدولة المصرية. نعم. محاولات التشكيك، كل ده كان ليه السبق من الدولة المصرية في خلال سنة. يعني أنا بقول لحضرتك أحداث يعني ممكن تاخد 10 سنين، لكن هم
اختصروها كلها في سنة واحدة، هو حاول يسعى إلى تفكيك الدولة المصرية في سنة واحدة. نعم. ناهيك بقى عن إفراجه عن القتلة والإرهابيين اللي كانوا موجودين في السجون ونقلهم إلى سيناء. الاحتفال 6 أكتوبر كان بيحتفل بيه بمن قتلوا الرئيس الراحل أنور السادات. نعم. وكان معادهم كلهم في المنصة. المؤتمر الإرهاب العالمي اللي كانوا عاملينه في الاستاد اللي هو بما أطلقه. نعم. كان عاما مليئا بالأسباب التي أدت لانتفاضة الشعب المصري واسترداد كرامته في 30 يونيو. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.